أحيي قناة أحمد السيتو الإلكترونية الجهوية والوطنية بهذه المناسبة والتي تغطي هذا الحدث الخاص بالنسخة الرابعة لمهرجان سيدي عيسى بن الحسن. إذا النسخة كما تتبع الجميع وكل حجاج هذا المهرجان بالمناسبة عرفت نجاحا كبيرا من حيث عنوان أو شعار الدورة اللي هو التبوريدا كموروث حضاري وثقافي وتنموي. إذا هذا المهرجان هو لبنة للمدينة وللجهة ككل بحيث يلتقي المركز مع المحيط ويكون هناك صلة رحم بين جميع القبائل المجاورة على حسب نوعية الصربات المشاركة هذه السنة والتي فاق عددها تقريبا 73 صربة أي ما يعادل 1457 حسب إدارة المهرجان. هذه السنة تزامن الحدث مع حدث المسيرة الخضراء ومع المناسبة الوطنية لعيد الاستقلال. يعني بهذه المناسبة نزف البشرة إلى ملك البلاد نصر الله بهذه المناسبة راعي الفرس المغربي وراعي هذا الإرث الحضاري والذي على هامشه تمت إنشاء المعهد الوطني الجديد بسيد العربي مغالم كتشجيع للفرس المغربي وتشجيعا ودعما للفروسية وللخيالة التي هي بمثابة كارت بوستال خاص بالمغرب. نعم هذا المهرجان رسالته واضحة وهي إبراز خصوصية المنطقة لا غير وإبراز يعني البوتنسيال إيما أو أي الموارد البشرية والخصوصية للمنطقة ككل من أجل إلقاء الضوء ومن أجل كذلك إعطاء واحد تنمية مستدامة للجهة ككل على جميع الواجهات وإعطاء واحد دفعة للمنطقة منطقة الغرب ككل من أجل تتمين كل موارد المنطقة سواء تعلق الأمر فلاحة صناعة بالفن بالثقافة بالرياضة كل ما يخص المنطقة وخصوصياتها. بهذه المناسبة نتوجه بالشكر للجميع لورغاني غران كامل الجماعة المحلية إدارة المهرجان السلطات المحلية وبالمناسبة قد تشرفت هذه الدورة بزيارة أحد أصدقاء المغرب تمثل الأمر تعلق الأمر بالسيد وزير سوداني سابق ومستشار سفير سوداني بسفارة السودان بالرباط على أساس على أمل أن هناك علاقات وطيدة بين الشعبين السوداني والمغربي. تشرف بها السيد الوزير وعبر عن سروره وعن مدى تعلقي بهذا بارتباطي بالعلاقات السودانية المغربية. إذن مرة أخرى نجدد تحية للجميع لكل الإعلام الإلكتروني الحاضر هنا الذي يغطي هذه التظاهرات ابتداء من النسخة الأولى إلى غاية النسخة الرابعة والتي عرفت إقبال من حيث عدد الواردين والحجاج اللي كيجيو للموسم. يعني النواحي تقريبا 14 جامعة زائد الصربات اللي جات من على بعض النقطه اللي هي تازه. اذا من هذا المنبر نحيي قناه احمد السيتو الالكترونيه بالشعب القصري التي غطت هذا الحدث ونتمنى التوفيق في مسيرته الاعلاميه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اولا وقبل كل شيء كنشكرك الاخ الكريم على الاستضافه معك رئيس فؤاد قطري رئيس جمعية الفضاء الأخضر للبيئة والتنمية المستدامة. نرفع آيات الولاء والإخلاص للشدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده بهذه المناسبات ذكرى المسيرة الخضراء المضفرة وعيد الاستقلال المجيد. ساكنة سوق الأربعاء الغرب ترفع آيات الولاء والإخلاص للشدة العالية بالله. ومن هذا المنبر كنشكر السلطات المحلية والشكر الخاص للسيد رئيس المجلس البلدي والشكر للقوات المساعدة والأمن الوطني على هذا التنظيم اللي سميت في هذا المهرجان اللي في النسخة ديالو الرابعة. وهذا المهرجان هو بمثابة عرس كيحمل الثقافة والفن والإبداع والتبوريضة وكنتمنى التوفيق للجميع وشكرا. كنشكرهم على هذا الشيء اللي هما عملوا هنا في هذا المهرجان ديال سوق العرب والسلام. اذا نشكرك على الشهاده اللي وصلت لنا حيه من المسيره الخضراء وعطيتها الكلمه ديالك. نحييك باسم اداره المهرجان اللي هي الجماعه وكنشكرك على العمل ديالك تترك انيماتور تترك فريق. شكرا. اذا وهذا رقم ولله الحمد بسبب المجهودات المبذولة في هذا الشان من أجل تحسين جودات التنظيم.
وهو الذي يراهن عليه وتراهن عليه الجماعة، مستخدمين وعمال ومنتخبين وسلطات نعمل جاهدين على تحسين يعني التنظيم. هذا هو الأساس ديال النجاح ديال أي موسم. ونحيي الجميع من هذا المنبر وشكرا. استاذ رحيم، ما اجلتيش النشاط ديالك؟ ها؟ اذا موعدكم مع واحد العز. الله يعطيك الصحة. وصل خطابي حميد دعوي هنا ولك يتابع الفعاليات ما شاء الله. ايوا ما شاء الله. ابو ادريس يلا خيس بخلاك. راه يخرج ديك المكحله القداميه تبعوها هما الجوج هادو واحد واحد. المجاهد عبد العزيز وطلع عليك المقدمة. وطلع عليك المقدمة. هذا